يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس لطيف عن نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، وفيما تكون حالة الطقس ليلا مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 21 درجة والصغرى 15 درجة، والجو في القاهرة معتدل، في الأسكندرية 22-13، الجو فيها معتدل، في مطروح 24-11، والجو فيها معتدل، في بورسعيد 22-13، والجو فيها معتدل، وفي الإسماعيلية 23-14، والجو أيضا فيها معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 23 درجة والصغرى 14 درجة والجو فيها معتدل، في العريش 23-13 أيضا الجو معتدل، في طابة 24-14 الجو معتدل، في شرم الشيخ 27-18 مائل للحرارة، في الغردقة 27-18 وأيضا في الغردقة الجو مائل للحرارة. في الأقصر درجة الحرارة 26 والصغرى 13 درجة والجو فيها معتدل، في أسوان 27-14 الجو فيها معتدل، وفي الوادي الجديد 26-9 مائل للحرارة، في شلاتين 27-22 مائل للحرارة، وأخيرا في حلايب 26-21 والجو فيها معتدل. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.